إذاعة سلطنة عمان تقدم الموسوعة العمانية. الموسوعة العمانية. الموسوعة العمانية. إعداد وتقديم محمد المرجبي. إخراج سيف الجرداني. الموسوعة. السلام عليكم ورحمة الله. من المجالات التسعة التي تناولتها الموسوعة العمانية تاريخ عمان القديم. تاريخ عمان القديم. الموسوعة العمانية. العمانية. هذا التاريخ الذي يرجع إلى آلاف السنين ودلت عليه الشواهد الأثرية، فلم يقتصر تناولها للتاريخ العماني على الفترات التي أعقبت دخول الإسلام في عمان. الموسوعة العمانية. يقول دليل الموسوعة: مجال تاريخ عمان القديم أحد أكثر مجالات الموسوعة العمانية أصالة، فمعظم مداخله تضم معلومات تطرح أول مرة حول تاريخ عمان منذ الألف الخامس قبل الميلاد حتى قبيل ظهور الإسلام وحضاراتها القائمة في تلك العصور، مثل ماجان وعمانة والفترات الأثرية مثل فترة حفيت وفترة أم النار وفترة لزق وفترة وادي سوق وفترة سمد. وتقدم هذه المداخل وصفا للمجتمع العماني في تلك العصور واقتصاده وزراعته وصناعاته ودياناته وعلاقاته بالحضارات الأخرى، وذلك من خلال اللقى الأثرية والقبور والركامات التي عثر عليها في مواقع عديدة من شبه الجزيرة العمانية، وهو مصطلح يطلقه الآثاريون على إقليم عمان الذي يضم حاليا سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. الموسوعة العمانية. في مجال تاريخ عمان القديم في الموسوعة العمانية كتبت المداخل من قبل 13 باحثا مختصا في التاريخ القديم وعلم الآثار من داخل عمان وخارجها، ووصل مجموع المداخل المكتوبة في هذا المجال حوالي 40 مدخلا. هذا عن تاريخ عمان القديم. أما المجال الخامس من مجالات الموسوعة فهو بعنوان التاريخ والكتابة. التاريخ والكتابة. نتناوله غدا إن شاء الله في هذه الحلقات الأولى من البرنامج، والتي خصصناها للتعريف بالموسوعة من خلال مقدماتها ومن خلال الدليل، أي المجلد الحادي عشر من الموسوعة العمانية. الموسوعة العمانية مع تحيات محمد المرجبي وسيف الجرداني. الموسوعة.